تفاجئنا بان احنا تقريبا واحد 40 عام وحنا كندخلوا للميناء. الى بيه كنتفاجئوا بانه حبسونا الطاكسي السياره الاجره ما بقاش تدخل الميناء. علاش؟ الله اعلم. لانه قال لك اودي كاين شي قانون صدر 2021 بانه اي واحد اللي غادي يلجا الميناء خاصو يكون عنده بادج. ولكن معاهم الاجتماع الاول مشينا معاهم في هذه الخطه باش ننجحوا هذه العمليه ديال البادج. قال لك اودي بغينا غير 50 سياره، قلنا ماشي مشكل، جبنا لهم الوراق. الا كنتفاجئوا بانه السيد القبطان والناس المسؤولين على الميناء قال لك اودي تسناو حتى نديروا الاجراءات ديالنا ونديروا البحوثات ديالنا. كنتفاجئوا ببعض المنظمات اللي هما كانوا ما شاركوش معنا بالاجتماع، كيقول لك الناس المسؤولين ديال الميناء بانهم جاهم رسائل من هذه المنظمات بالاقصاء، يعني حبسوا هذا المشروع ولاحوا هاد الاخوان اللي قدام باب ثلاثه. وكيقولوا الفوضى منين جايه؟ الفوضى شكون اللي عاملها؟ عاملين الناس ديال السلطه. دابا حنا ملي قلنا لهم ندخلوا 10 10 10 10 مزيانه، ندخلوا 5 5 مزيانه، ليسونسيال ما نديروش الفوضى قدام الباب. الا كان الاخوان مجموعين هنا قدام الباب راه سي نورمال غتبان الفوضى، راه ما كاين لا نهايه لا منتهي. باش غادي ولكن هذا السائح شنو ذنبه؟ اللي يتم جاي 3 كيلومتر على رجلو عاد يوصل للباب، وثاني هذا الاتجاه ديال الباب ماشي هو الاتجاه ديال الميناء. واش كندويو للمصلحه العامه ولا كندويو للمصلحه الخاصه؟ ولا كندويو للمصلحه العامه بالنسبه للسياح ولا سياره الاجره ولا المسؤولين ديال الميناء؟ راه ضروري خاص سياره الاجره تدخل، راه اشاره السائح وهما الكيفيه غادي نلقاوها من بعد. سواء ندخلوا ببرز، سواء نديروا تناوب، سواء ندخلوا خمسه بخمسه، ليسونسيال ما نوقفوش العمليه. انت وقفتي الناس وحبستيهم وحبستي الارزاق ديالهم، يعني كتبان لي الدار البيضاء فوضى، فوضى عارمه من سيره الاجره، فوضى عارمه في النقل بصفه عامه، لا تطبيقات ولا ما لا نهي لا منتهي. انا ما بغيناش نعرفوا غير شي مسؤول هنا في مدينه الدار البيضاء ولا عمده ولا والي يتحكم بالدار البيضاء ويتحكم في النقل في مدينه الدار البيضاء. ما كيبانش ليا، ما كاينش. حنا بعد عدة اجتماعات مع الناس تحاورنا معهم على اساس انهم نديروا واحد الحل اللي غادي ندخلوا للميناء يعني بشكل تنظيمي. درنا تقريبا شي 4 لقاءات وطالبوا لنا بعض الوثائق ديال المهنيين كاملين، يعني بما فيهم الوثائق ديال المهنيين، وعطيناهم لهم يعني في انتظار انهم ندخلوا للداخل نرجعوا للمكان اللي كنا كنوقفوا فيه سابقا. وحنا حاليا باقي لحد الان كننتظروا الجواب ديالهم، باقي ما عطاوناش حتى جواب. وحنا راه واقفين في هذا المكان، يعني هذا المكان ضيق يعني بعاد الاخوان على السفينه. حنا كنطالبوا يعني طلب واحد اللي كنطالبوا اننا باش ندخلوا للداخل، يعني عندنا طلب واحد اننا علاش السبب ما خليناش ندخلوا للداخل. باش كندخلوا للداخل يعني قرب للسفينه كما كنديروا التناوب تما، كنهزوا الزبائن ديالنا وكنخرجوا، يعني اللي شارج الزبون ديالو كيخرج كيغادر الميناء كيمشي كيدير سميت الخدمه ديالو كيرجع. يعني حنا محاصرين هنايا، يعني انا ما عنده حتى شي يعني بعاد على السفينه، يعني باقي لحد الان كنتسموا خارجين للميناء، يعني ما داخلينش للميناء حنايا. هذه تقريبا راه 4 الباطوج ولا 5، حنا باقيين محاصرين هنا باقي ما دخلناش. هنا الطلب واحد اللي كنطلبوا اننا حنا باش الاخوان يدخلوا المهنيين يدخلوا انهم يمارسوا العمل ديالهم العادي داخل احدى السفينه كما كنا من قبل.